أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 29 آب 29/8/2023. هيقضي القمر اليوم في شغلك وقطاعاتك الصحية، هتبقى مشجع جدا كل الجهود المبذولة عشان تثقل وتتمم بيها مشاريعك وبرامجك اللي هتبقى متعلقة بحياتك اليومية وبشغلك وبرعايتك الذاتية لنفسك. الوقت النهاردة مناسب عشان تقفل كل المشاريع وتحرر نفسك وتشتغل بشكل تفصيلي أكتر. هتستخدم ميلك لرؤية العيوب في وضع تكبير خاص بيك في اليوم وللأبد من خلال حل بعض المشكلات العملية. الوقت النهاردة حلو عشان هتلاقي فيه حماس ومشاريع إبداعية، في تعبير واضح عن الذات وتخلي عن موانع كتير في اليوم ده وفي الأسبوع ده. هتبتدي تستكشف أفكار وأساليب جديدة هتتخلى بيها عن العناصر. بالنسبة لحركة الكواكب، هيقضي القمر يومه في برج الدلو، هنبقى منجذبين لكل الحاجات الغير عادية واللي هتبقى غير تقليدية بعد الاستغلال والمساواة والحرية اللي بيعتبروا أمرا حيويا عشان نحس بيه بالرضا العاطفي عن موقع القمر ده. هنبقى بنهدف اننا نكون عادلين صادقين، هننجذب لطرق كتير جديدة وفريدة من نوعها عشان نتعامل مع كل العالم حوالينا. مؤكد ان مربع القمر بالنسبة لمشترى وأورانوس هيبقى بيثير مشاعر القلق والتمرد عندنا. مع كل ده هيبقى عندنا طاقة قوية جدا عشان نشوف بيها الأنماط ونتواصل لأفكار غير عادية ممكن تبقى مفيدة. هنبقى منفتحين أكتر علشان نعبر ونغير نفسنا لغاية ما يدخل القمر برج الحوت لبكرة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.